السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم فيديو جديد للهاك الإصدار الجديد 5.9.0. طبعا ده هاك مختلف عن اللي فات، تمام. وتعالوا نجرب جيم لوب. ده إصدار المفروض إنه أحسن من اللي فات يعني بمراحل. ندخل على مين؟ بعدين هنفتح فيس تويتر اي حاجة، اهم حاجة تدوس على واحدة منهم يعني. تمام، هنطلع من الفيس. نقوم داخلين الايت بول. متأكد ان ده اصدار جديد، اصدار 5.9.0. تمام، بعدين ندخل مثلا هنا والهاك اهو، وهنعمل بلاي هيومنايزد. تمام، والاد بلوك لو انت عندك اعلانات في الاكونت بتاعك اعملها فعلها، لو مش عندك خلاص ما تتعبش نفسك. زي ما احنا شايفين هو بيلعب لوحده، والاوتو بلاي بتاعه يعني الاصدار الجديد اسطوري الصراحه، بس ما فيهوش الاوتو كوي اللي هو تخليه يلعب لوحده على 9 بول زي الاول، زي اصدار 5.8.0 مش موجود. فانت يا اما تسيبه يلعب اوتو بلاي كده، يعني انت تدخل الجيم وهو يلعب، يا اما انت تلعب بنفسك. تعال نجرب نعملها نون مثلا. تمام، هناك مش ناقصه حاجه زي ما احنا شايفين كده. هنجيبها فين يعني؟ فن حلوه دي، ثواني رجعهولنا. تمام، زي ما انتم شايفين هيك شغال يعني ما فيهوش غلطه. طبعا هوريكم ازاي نحمل اللينك من اللينك، قصدي ده اللينك اهو انت يعني موجود مكتوب فايل تشيتو. في ناس يعني بتضغط كده فيطلع لهم فايل من هنا تحمله في الاعلان، يعني فايل في الاعلان تحمله. لا، المفروض الاعلان يطلع لك تقوم ضغط اكس، تضغط اكس. لحد ما اللينك يتغير زي كده، وتستنى برضو يعني انت هتفضل تضغط اهو. تمام، هو كده عمل علامة الصح. تستنى ال 14 ثانية اللي فاضلين، هما المفروض 30 ثانية. انا استغربت في ناس في الهاك اللي فات بيقولوا لي هات الباسورد بتاع فك الضغط، انا اصلا مش عامل بتاع مضغوط يعني، انا حاطط الملف من غير ضغط ولا حاجه، فاهم؟ فايه هنعمل كريت داونلود. دي اخر خطوه اهي، بس خلي بالك طويل بس شويه على اللينكات، فاهم؟ اهي حملت، مش محتاجه اصلا، مفيش فك ضغط، مفيش باسورد، مفيش الكلام ده. اه، هو يظهر لك زي كده
يا اما انت تضغط السهم ده ويظهر لك كيب فايل، يا اما تضغط على التلات نقط تروح داونلودز وتقوم عامل كيب دينجرس فايل كيب اني واي، بس كده تقوم فاتح كده ريفريش اهو. مش محتاجين بقى ولا باسورد ولا في اي حاجه. طبعا لو ما عرفتوش تحملوه من هنا انا هسيب لينك الديسكورد تحت، وادخل هتلاقي الاصدارات بتاعت الهاك كلها موجوده، هتلاقي ده اخر واحد نازل. تمام كده نكون خلصنا الشرح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.